ناخذ مقادير كيكة البرتقال مع تشريبة العسل يا عسل والأورنج. المقادير على الشاشة. شو أخبار عامر رضوان؟ فكرت تقول شو أخبار العسل. لا. كيكة البرتقال بتشريبة العسل. بدنا 4 بيض، بدنا كوب طحين، بدنا كوب لبن، بدنا نصف كوب زيت، بدنا كوب إلا ربع سمين، بدنا كوب إلا ربع سكر، بدنا 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر، بدنا 1 ملعقة كبيرة برش ليمون، بدنا 1 ملعقة كبيرة برش برتقال، فانيلا، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، وبدنا لوز ارباع ني. للشيرة صح؟ يس. كوب عسل، كوب عصير برتقال، كوب عصير ليمون، 1/4 كوب فستق حلبي. نعم. يلا يا قمر. يلا انطلق. سهلة وخفيفة ولطيفة وغريبة وزاكية كتير كتير كتير. طيب. تمام؟ تمام. التشريبة شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نحط كل المكونات على الغاز اللي هي عصير برتقال، بسم الله الرحمن الرحيم، وعصير الليمون عشان يعطي هيك مزازة. أوكي. وعسل. مع التشريق. نعم، عسل وبرتقال والليمون. شو مفيدة جدا. إشي بشهي. انسي إنها مفيدة. إشي بشهي وسهلة. تمام. طيب. يا. بعدين رح نحط إيش معها؟ الفستق الحلبي. ها. أوكي. شكرا. كله مع بعض. أي. خليها تعقد على الغاز. بعدين رح نخلط المكونات مع بعض. أي كيك أوكي. في الدنيا. أي كيك في الحياة. السوائل ثم النواشف، بيض، حليب، فانيلا، زيت، مي، حسب شو حاطه سوائل، فانيلا، بعدين لبن. هلا هي قريبه شوي من البسبوسه مشان هيك بقول لك كثير زاكيه، فيها سميد، فيها طحين، سميد عشان يحمل، وكميه السكر ممكن انك تقلليها لان حطيتها في المقدار، ممكن ما تحطيها لانه في تشريبه. تمام. يلا يا قمر. yeah. رح اخلطهم مع بعض. yeah. بيض بحراره الغرفه، فانيلا، برش برتقال، وهي الفانيلا، وهي الليمون. أسهل من هيك ما في. يعني حضر المكونات، بنت 10 سنين بتساعدك فيها أبدا. بعدين رح ناخد رشة الملح، الزيت، وعلى بعضها ولا بدها إشي. تمام. يلا رح نخلطهم شوي مع بعض، بعدين يدوي، بعدين إحنا بنضربهم بالأشياء الثقيلة، ورح ننزل اللبن. معك يا أمر أي سؤال. إذا في أسئلة كمان برضو يعني نقرأهم للشيف علا. أم ورد حبيبتي شكرا، وأيضا سنابل بنصبح عليها وبنحكي لها صباح الخير. أحمد محمود العظمات من المفرق بصبح علينا. أم عبد الله المعاني، وشكرا جزيلا وداد قطيشات بتصبح على الشيف علا. كمان أم تالين بتحكي والله إشي بيرفع الراس يا علا، يرفع راسهم دائما إن شاء الله. راما حواس أظني هيك صحيح، بتحكي لي صباح الخير أقرأ اسمي. وأم محمد الحجاج بصبحوا علينا كمان. تغريد بتحكي لنا صباحكم عسل. إسراء أحمد بتصبح علينا وبتصبح على الشيف علا، بتحكي لنا صباح الخير. وايضا زهرة النرجس بتحكي لك ابدعتي ابدعتي ابدعتي. ام ورد بتحكي لك شيء بيفتح النفس يا علا، والله جربوها كثير لطيفه ومبهجه. كاتي يعني عندها ضيف شيء راح تنبسط فيها كثير. ام طارق الفقهاء بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، احنا نحكي لها صباح الخير يعني عزيزه جدا. وايضا ايش بدك عملتي هلا؟ خلاص حطينا البيض، الفانيلا، الزيت، اللبن، السميد، اول شيء السوائل، بعدين حطينا النواشف، بس هيك بكل بساطه. طب والطحين والسمين هدول، البرش برتقال، برش الليمون عشان يعطيها هيك مزازه. لا الصوص اللي عملتيه. الصوص هي بدي اخليه يتكثف، بعدين بدي اخبز الكيكه بكل سهوله. هاي تحطيها على الوجه؟ لا بعد ما تطلع. على الوجه. تشريبه. تمام. بس هلا على الوجه رح نحط شويه لوز ني. طيب يلا يا أمك معك. أوكي. بس ما بعرف إذا في اتصالات. طيب. شمس النهار بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير بدعتي شيف علا. وأيضا بتصبح علينا أم حمزة، أم حمودة بتصبح علينا، سهام بتصبح علينا، عواطف يونس بتحكي يعني حرام عليكي اللي عملتيه قبل شوي. حبايب القلب. وأيضاً
نادية يا صباح الفل، وريان بتصبح علينا. ريان بتحكي لنا صباح الخير، هيني قرأت ريان. وأيضا معاذ بيصبح علينا حنين، بتحكي لنا صباح الخير. أمن القريوتي وأم خالد القطوف يا صباح الفل. طيب تمام، أنا هون حطيت طحين، ما حطيت طحينية المرة هاي عشان ما بدي أغير لون الكيكة. تمام، ممكن بقالب ممكن ببايركس، أنا عملتها في بايركس مثلا. أوكي تمام، طحين وزيت، دائما اللي بزيد بعد قالب الكيك احتفظي فيه بمكان جانبي، وكل ما بدك تعمل كيك بتستخدمه. بزبط. اوكي هاي تمام، يلا تمام هخليهم انا الزياده هاي، وبعدين راح اجيب الكيك. بسم الله، عشان فيها سميد زي البسبوسه، هي بين الكيك بين البسبوسه فبتحير، مشان هيك غريبه بس كتير طيبه. طيب شكرا. عفوا، قديش بتتاخذ بتضل بالفرن؟ عادي زي الكيك العاديه، 180 درجه حراره، 180 تمام هيك بهذا الشكل. بعدين راح اروح اجيب لوز ربع ناي، اخبزها درجه حراره 180 الرف الاوسط. أوكي. وبعد نص ساعه افتحي عليها عشان ما تهبط معك، وما تبالغي بخف الكيك لانه بيوقع بيطلع الهواء منه. بعدين هون عندي انا صارت التشريبه جاهزه 100% عيارها. رح أروح أجيب الكيكة، لازم أخليها تبرد عشان تشريبتي سخنة أو العكس. ترم ترم. تمام، بعدين رح نجيب عود خشبي زي مبدأ كيكة الحليب أو تيرليتشة التركية، بس يعني هيك معدل عليها إشي، شايفين ريحتها إشي بشهي. رح نعمل فيها هاي الثقوب، وبعدين يا أمر رح نروح شو نسوي؟ أو الكيك سخن الحامي أو العكس، يعني الكيكة سخنة التشريبة باردة. أوكي. الكيكة باردة تشريبة سخنة زي الهريسة، عشان شو يصير؟ يلا يلا. شوفي هال يا سلام، كتير زاكية، أبداع للأمانة. شايفة حتى بتحلى معاي، بصير هيك زي كرملة خفيفة للفستق الحلبي، إشي كتير لذيذ. يس. وبس سلام. بس بتعرفي يعني الحلو بالوسط اليوم كلها بالبيت، أما هذا ما هو هذا الصعب، إنك تجيبي إشي يناسب الجميع. يعني هذا إشي ينبسط فيه، يعني صراحة مش إشي سهل الموضوع. صراحة يعني يعطيك العافية والله، الله ساترها معك دنيا وآخر إن شاء الله أجمعين حبيبي. يعني بهيك بيكونوا خلصوا وصفات حلقتنا لليوم. يعني علا بدعت، تردي تعيدين هيك للمشاهدين سريعا سريعا. يلا هلأ بالنسبة للكيكة، حطينا 4 بيض ونزلنا عليها معلقة كبيرة من الفانيلا سائلة، ضربناهم مع بعض. بعدين بتنزلي الزيت، بعد الزيت بتنزلي اللبن، بترجع بتضربيهم مع بعض. بعدين رشة الملح، هي ضرورية بأي نوع من أنواع الحلويات. بعد رشة الملح حطينا الطحين، حطينا السميد، وحطينا البيكنج باودر، كلهم خفقتهم مع بعضهم البعض لحتى صار في عندي مزيج للكيك التزمي بالمقادير. الكوب اللي بتعير فيه للكيك نفسه عير فيه كل شيء. بالنسبة للتشريبة طبعا بدك أكيد تخبزيها على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط. طبعا هذا السائل كله رح يختفي، هلا الكيك بتتشربه، فأنا هيك عم بسقسق فيه بشكل مناسب. تمام، ممكن تحطه في بايركس أو في قالب زي ما بدك، أنا بحب أستخدم كل شيء قدامك عشان تعرفي إنه فيش إشي رح يوقفك. بعدين بتحطيها 180 بالرف الأوسط، بعد نص ساعة بتفحصيها مثل أي كيكة. طبعا على الوجه رشيت لوز ني ربع مع الخبز، شوي بصير هيك فيه قرشة خفيفة فبيبطل ني، بصير فيه قرشة. تمام، تمتزج مع خليط الكيك. بالنسبة للتشريبة حطيت كوب من العسل، مقابله كوب من عصير البرتقال الفريش. طبعا الجاهز مش ذاك لأنه رح يعطيك هيك شوية حموضة، أنا ما بدي إياها. بالإضافة لربع كوب من عصير الليمون وربع كوب أو نص كوب من الفستق الحلبي، حطيتهم مع بعض غليتهم وشربتهم للكيكة.
باردة عشان ما تعجن، لازم تكون باردة، والتشريب تكون عندك بتغلي نار عن الغاز. شربت الكيكة وهيك أمورها تمام. طبعا لو ما حفظتيها بالتلاجة أوكي، لأنه التشريب رح تمنع أنها تحمض أو تخرب مع درجة حرارة الفرن. بالنسبة كاتي لإسكندر كباب بقلاوة، أصوله يقدم بطريقة أخرى بس بنفس المكونات، بس اليوم بمطبخ يوم جديد خطر في بالي أقدمها بطريقة شوية هيك شوية فيوجن لحتى تكون إشي جديد على الساحة وإشي يسجل ليوم جديد، فعملناها بطريقة البقلاوة مبهجة بالتقديم، وحتى طريقة أكلها زاكية وبتكون بتقرش. بس أهم إشي لما تحطيها بالفرن في المرحلة الأولى غطيها بورق فويل اللي هو القصدير لحتى ما تتحمر بسرعة واللحمة لسه نية. بعدين الأدحى اللي بنعملها بالخارج ممكن تحطي دهنة خروف مع سمنة، وممكن يكون بس سمنة وممكن يكون بس دهنة، وسلامتكم وتعيشوا. يعني يعطيك العافية ومتعة كالعادة دائما، يعني أطباق لذيذة ووصفات شهية. شكرا لك.